ومحطتنا التالية رشا رح نكون فيها مع عالم الطفولة ونحكي فيها عن صعوبات النطق عند الأطفال، شو أسبابها وعلاجها وطريقة التعامل معها. أكيد بيسعدنا نرحب باختصاصية صعوبات التعلم ميسم الحصرية. يسعد صباحك ميسم. صباح الخير، يسعد صباحك. صباحك، يسعد صباحك. شو اللون حلو اليوم؟ حلو هيك الطاقة بياخد عقل يخلي لي اياك. دائما نحن هيك بنروح لهدول الالوان، بيعطوكي هيك الصبح طاقه حلوه، بتهدى النفس فيهم. اكيد هو لما بدي هي يمكن من خطه علاجك أكيد لليوم ضمن المركز الالوان الحلوه بالطاقي. طيب ميسم، خلينا هيك بدايه نشرح اكثر ونوصف اكثر شو هي اضطرابات النطق اللي بتصير عند الاطفال. طبعا كثير مهم نحكي عن هذا الموضوع لانه اغلب الاشخاص على طول عم يربطوا موضوع اضطرابات النطق واضطرابات التواصل مع بعض. هلا كثير من الاحيان ما بالضروره يكون الطفل في عنده خلل تواصل، او ما بالضروره يكون في عنده اضطراب نفسي حتى يكون في عنده اضطراب نطق. في عندنا شيء اسمه اضطرابات عضويه، يعني الاضطرابات العضويه اللي هي ما بيكون سببها الحرمان البيئي، ما بيكون سببها الخوف، ما بيكون سببها أي عامل نفسي، بيكون سبب الأساسي هو شيء عضوي. ممكن يكون اللهات، ممكن يكون لجام اللسان، ممكن يكون تضيق الفك، ممكن يكون نقص الأكسجة، ممكن تكون الجيوب، أحياناً الأنفية اللي نحنا ما كتير منعيرة أهمية، أو الناميات اللي بتكون. هدول شو بيعملوا الشيء اللي ذكرتيون؟ هلأ هن عادة بيؤدوا لعدم إخراج صحيح للمخارج أحرف الحرفية، وخاصة المتعلقة بالأكسجة، يعني خاء كاف قاف غين اللي هي متصلة باللهات، فهن بيأخروا لأنه على طول مخارج الكلام هي بتتطلب كمية معينة من الأكسجين. لما ما بيتم إخراجها، مثل نحن لما بنكون عم نحكي وبنحس إنه خلص نفسنا، بنكون نحن بحاجة نرجع ناخذ نفس جديد حتى تطلع الكلام بطلاقه اكثر. طبعا خلوني نوه انه اليوم انا في عندي عارض صحي نوعا ما، فانه اخصائيه نطق وصوتها هيك عندك مشكله فمشكله. شكرا. يعني لما عم نحكي عن صعوبات النطق بتوقع كثير امهات يعني مهتمين بهذا الموضوع، لانه عم نشوف حالات شائعه والامهات عم يصير عندهم حاله لغط، يمكن بين انه ابني اساته صغير عم ينطق بشكل غلط، ولا هو لا هون لازم مثلا نوصل لفئه عمريه لازم انه يعني يوصل انه او يحكي بطريقه منيحه. هلا نحن على طول بنقول عمر التطور الكلامي، خلينا نقول هو عمر 3 سنين ل4 سنين، يعني المفروض اذا كان في عنا مشكله خلينا نقول انه ممكن تروح مع الايام، فهي لازم تروح من الثلاثة للأربع سنين. كل شيء بيستمر بعد 3 لـ4 سنين هو صار شيء، إذا ما كان اضطراب فممكن يكون عادة، تعود الطفل ينطق بهي الطريقة. مثل أحيانا الأطفال الصغار من ناحية الدلال، خلينا نقول إذا ما عندهم أي اضطراب بيكونوا مثلا بيقولوا الراء لام، السين ثاء، فأحيانا بتكون استمرت معهم كعادة. حوحة حوحة فهي بتكون استمرت هون كعادة. بهي النقطة نحن اليوم كيف قادرين نميز إذا كان الطفل عن جد هو اضطراب أو هو عادي؟ لما بنطلب من الطفل أنه هو يكرر ورانا كلمة مرة وتنتين وثلاثة وأربعة، والطفل يقولها بطريقته الصحيحة ويرجع بعد شوي يقولها بالطريقة اللي هو عم بيقولها، معناتها أنا في عندي اضطراب. أما لما أنا عم حاول أني أعلم الطفل مرة وتنتين وثلاثة ويصير في عنده نطق صحيح للحرف، معناتها أنا بطريقي الصح، معناتها أنا الطفل ما عنده اضطراب ولكن صارت عنده عادة. هلأ هي بتصير حالة مرضية، ممكن الطفل لحاله أنه يطلع من القصة مع مرور الزمان حتى لو تأخر فيها، أو لا هو بحاجة اليوم لمختص يتابعه ويتابع إذا في كان حالة مرضية مثل ما ذكرنا، التضيق، الجيوب، هدول القصص. هلأ نحن عطول في عنا بالعلاج شقين، الشق التدريبي اللي ممكن حتى ندرب الأهل أنه يشتغلوا عليه، يعني أنا الطريقة التدريبية هي مانا كتير صعبة، وعندي الشق العلاجي. هلأ أغلب الأشخاص أحياناً بيجهل أنه ضيق اللهات بده جلسات علاج فيزيائية بتكون للهات. كلنا نشرح أكثر، يعني كل شيء عم تحكي أعطينا إياه أمثلة ببساطة أكثر اليوم كما توصل اللهات المعلومة. هي خلينا نحكيها بالطريقة العامية واللي أبسط شرحاً، هي اللسان الصغير اللي نحن بنقله لسان المزمار اللي بيكون نهاية الحلق. بعض الأطفال إذا حاولنا نفتح تمهم رح نلاحظ أنه هذا اللسان إما مائل لليمين أو اليسار،
وهذا بيكون اسمه حالة ضيق لوهات، وإما مبتلع فهذا صار اسمه حالة ضيق لوهات. فنحن بنحاول نشتغل على قصة كتير بسيطة، إنه نحن أول شيء نشخص إذا هو ضيق لوهات أو هو تأخر لوهات، ولازم نشتغل عن طريق العلاج. طيب كثير بننسأل كيف ممكن يكون العلاج؟ العلاج هو عن طريق تخدير هي المنطقة، لازم يكون اختصاصي نطق ولازم يكون اختصاصي علاج بهي المناطق. فنحن لازم نشتغل على تخدير هي المنطقة. إذا كان تضيق ففي حركات معينة مع عدات معينة بتم عن طريقة تلين هي المنطقة ليطلع اللسان، وإذا كان تأخر أو إلى ما آخره فهو أيضا بتم تخديرها لحتى نوصل لمرحلة إنه نحن نعالج مرحلة التأخر بإنه نحن نرجعه لمكانه الطبيعي، تماما مثل الإيد لما بنقول إنه نحن كان في عنا وقت لا سمح الله جبصنت الإيد فهي اعتادت على حركة عصبية معينة، فلما بدي أرجع أفرد الإيد فأنا بحاجة أني أرجع لين العصب لحتى تنفرد، فهي الفكرة هي نفسها ولكن على نطاق حساس أكثر أو ضيق أكثر. طيب ميسم خلينا نحكي بين البنات والصبيان، في هيك فرق مثلا بطريقة النطق؟ يعني مثلا بنلاقي كإحصائيات أو يعني ملاحظات أو نسب مشاهدة إنه صعوبات النطق عم تكون عند حدا أكثر من حدا تاني؟ هلا بالرغم من هذا نحن اللي بنقول المجتمع الذكوري إنه الصبي أقوى من البنت، بس لا البنت بتتفوق عليه شوي بالإمكانيات النطقية وبإمكانيات الدراسة. أكثر الإحصائيات اللي صارت بين عام 2022 و2021 على طول كانت عم تحكي إنه حسب هي الإحصائيات بمؤسسة ساشا الأمريكية إنه البنات على طول عم يحكوا بعمر مبكر أكثر، عم بتكون مخارج الأحرف عندهم سليمة أكتر، ولكن خلينا كمان نعالج البنوتات دلوعين أكتر شوي، فإنه بيحاولوا إنه وقت اللي بدهم. هلأ نحن كتير منلاحظ إنه في عنا مشكلة إنه في عنا بنوتات وقت بيكونوا ضمن رفقاتهم فهن يعني طليقين بالحكي، المخارج الأحرف سليمة، وقت بيكونوا بينات أهلهم من ناحية الدلع فهن بدهم ياخذوا حقوقهم الطبيعية. فمثل ما قلنا خارجا عن موضوع الدلع العادة، عدم التصحيح أحيانا للأطفال بالنطق، عطول بتتفوق البنوتة أكثر من الصبي بالناحية الكلامية. طيب لما نحكي عن صعوبات التعلم هاي المشكلة إذا انتركت شو خطورتها؟ يعني ممكن مثلا لفئة عمرية ولنفرض هو بالثلاث أربع سنين المفروض الطفل نحن حكينا لازم يكون بيطلع معه كل الأحرف صحيح؟ تماما. طيب إذا استمرت مثلا للصف الأول الثاني الثالث ممكن تتعالج ولا بتكون لا إنه ممكن هي صارت مشكلة نوعا ما يعني كبيرة أو عائق ممكن يكون عنده ورح يستمر؟ هلأ هي ما في شيء ما بيتعالج، ولكن بتصير مدة العلاج أو الجلسات العلاجية أطول. يعني إحنا عنا شاب حاليا مدرس إنجليزي بالقامشلي بوجه له كل التحية، كان في عنا تأتأة وكان يعني كانت كتير مسيطرة على حياته المهنية كونه هو دارس أدب إنجليزي، بعد عدد من الجلسات ولكن كان عدد لا بأس فيه يعني عدد طويل، فهو تجاوز هي المشكلة. زائد أنه نحن عطول بدنا نضل بالحسبان أنه أحيانا منصير بحاجة علاجين، علاج التدريبي أو العلاج خلينا نقول للمنطقة المتضررة، والعلاج النفسي لأنه نتيجة أحيانا تعرض الطفل للتنمر سواء كان مباشر أو غير مباشر بصير عند الطفل خلينا نقول شوية عدم ثقة بالنفس، فبصير بيخجل يحكي. يعني بغض النظر إذا أنا مثلا في عندي مشكلة تأتأة، بصير حتى لو ما بدي تأتأ بمجرد أنه أنا بصير بظهر قدام شخص بيجي بدي أحكي موضوع مهم بتلاقيني برجع بدقر بالحرف، فهذا الشيء كتير لازم نشتغل عليه. إنه كل ما كبر تماما، كل ما كبر بتصير الحالة النفسية بتتطلب منا علاج مثل ما بتتطلب عنا الحالة العلاجية. معنات كلامك اليوم هي ما بتشفى لحالها بدون تدريب وأخصائيين، يعني مثل ما ذكرتي اليوم مدرس إنجليزي ولكن عنده مشكلة، نحن ما فينا نجاهل هاي المشكلة أبدا أنه يلا مع الأيام أو لساته صغير أو معه وقت لسا. يعني هلأ الفحص الأول للطفل عم بيكون بمشاركة طبيب اختصاصي عم بيشوف إذا في مشاكل أو لا، بعدين بنروح لموضوع المعالجة. نشرح عن هاي النقطة كيف بيتم؟ خلينا نشرح أكثر عن التشخيص سواء بمركز ملائكة الجنة بدمشق أو بمركز بيسام بالقامشلي. عم نتبع أسلوب إنه نحن كتير أشخاص بيقولوا أخذتها عند دكتور قال لي إنه ما في شيء،
نحن الشيء المتعارف عليه انه الدكتور، مع تحيه لجميع الدكاتره اللي عم بيساعدونا اكيد بهذا المجال، يمكن هو بيشخص بالطابع العصبي او البيولوجي، او خلينا نقول الطابع الاكلينيكي التشريحي لهي الاداه. اما ما تبقى نحن عنا من التشخيص فهو بيكون الاختصاصي، اختصاص النطق. فنحن بنعمل اختبار للاحرف المنطوقه وغير المنطوقه. عن طريق الأحرف المنطوقة وغير المنطوقة بتصير عنا الصورة واضحة، أي أحرف ما عم تطلع، هل هي الأحرف الفموية، هل هي الشفوية، هل هي المتعلقة باللسان، هل هي اللهوية أو اللثوية. من هون منبلش نتوجه بالتشخيص أكثر للأحرف، أو خلينا نقول لمكان المخارج الأحرف اللي ما عم تطلع، وبيتم عن طريقة تشخيصها بشكل كتير دقيق، إن كان ضيق لهات أو ضعف عضلة لسان إلى آخره، وبيتم الشغل عليها. ولكن التشخيص الأساسي بيكون هو عن طريق اختبارات، بتتم عن طريق 3 أيام لحتى يتم اختبار إذا هذا الطفل فعلا عنده مشكلة عضوية ولا المشكلة هي مشكلة تدريب فقط. احيانا في هون عند اللسان الدكتور بيضطر انه يفصل اللجام. اللجام عرق اللسان له دور كبير بهي القصه كمان طبعا، ولكن بالاحرف اللي بتكون متعلقه باللسان. نحن ما بدنا نضل قدام مغالطه بانه الطفل عنده لجام فهو ما بيحكي. اوكي طيب، شكرا اليوم ميسم لك المعلومات ولوجودك ولصباحك الحلو. اكيد شكرا كثير لكم، كثير كنت سعيده بوجودكم. نحن اسعد، شكرا كثير لك. شكرا كثير.